السلام عليكم. سلام الله عليكم جميعا. نتمنى ان شاء الله كلكم تكونوا بخير وعلى خير في احسن حال وفي صحه جيده. تشكركم كاملين، تشكر جميع المتتبعين والمشاركين اللي مشاركين معايا في القناه واللي غادي يلتحقوا بيا. تشكركم كاملين على تعاليقكم الجميله والرائعه. شكرا لكم بزاف. ولا كنتي اول مره تشوفوا قناتي، ما تنساوش تدعموني بلايك لايك واشتراك والضغط على زر الجرس باش توصلوا بجديد وصفاتي اللي يجد سهله وبسيطه. بغيت نشارك معكم اليوم عرضة عند ناس من العائله الزوج ديالي، عرضوا علينا وجيت بغيت نشارك معكم التحضيرات اللي غادي نحضروا في هذا العرضه ديال اليوم اللي غادي نديروا فيها. ديجا هاي الباربا تيسموها الشواندار، مسويه لها متبلها زوينه، دقتها عجبتني بزاف اللي وضعها فيها، جات زوينه بزاف اللي تتوضع فيها هاد الطحينه. وضعت فيها حطت فيها ملعقه ديال الزيت والملح والثوم ومذاقها جاي زوين بزاف في الباربا بهذه الطريقه. وكان هاد السمك اللي تبلاته كذلك بحال التتبيله ديالنا في المغرب نفسها اللي حطت فيه الحامض وسميتو هو الفلفل الاسود، فلفل الاسود والملح الفلفل الابيض، فلفل الابيض مو يعني البزار الابيض تبلاتو وصوبه التبوله. غادي التبوله على الطريقه السوريه. وغادي نقليو الزهره اللي هي الشيفلور والبطاطا والباذنجان. خليكم معايا على ما نكمل نبداو في هذا الشيء هذا ديال التحضيرات نكملو وهانتوما معايا. رجعت معكم بعد ما قطعنا وجهزنا هذاك الشيء. موجده لينا شوربه العدس، مو شوربه عدس هاي. شو مكوناتها؟ عدس، عدس، بصل، بصل. بعد ما تحمسيه بتحطي له مي بيغلو منيح لحتى يذوب العدس، وبنحط له ملح وماجي وكاري. اي تمام، كاري فاتح مو ما بتزيديش عليها؟ لا. ايه الكاري يعني هما بحال الاعشاب ديال، ماشي عفوا، بحال العطريه ديال المروزيه وديك الشيء تيكون فيهم نفس ديك قعقله وديك بسيبيسه تتكون. دابا ملي انا دابا الشتاء شربت العدس تنفع في هذا البرد هذا. وهنايا عندنا تيسميوها الملوخيه، ماشي الملوخيه ديالتنا اللي تنصوبو، ما تيسميوها الباميه الملوخيه. هذه الملوخيه اللي تجي مثل الورق. شوف هي اللي عندي، اي خاصها غير تسخنها. هلا شو حطيتي فيها؟ سمنه وزيت، سمنه وزيت ودجاج متقطعي مصوبه دجاج مقطع طرفه صغار صغار. شو كمان؟ والملوخيه تحمسين تحمسين كثير، بتضيفي له مي كمان، ماجي كزبره. وفي البهارات شو بتحطين؟ ماجي كزبره وفلفل، الناس تحط له وكمان ليمون بس. هذه هي الطريقه ديال، على فكره حتى المصريين بيسووا مثل هيك. لا هما بيسووا بيسووا الملوخيه بالارانب. مرقه تصل هذيك معاك. بس هذه تجي ناشفه، تجي زوينه فقد منها الدجاج مقطع طرفة صغار. كي نعم هذيك مي مي تجي مثل هيك شوربه. اي اي فهم، اي بيقولوا ملوخيه بالارانب. هذه تجي ظريفه زوينه. هنا دايرين الزيت تيسخن باش نقليو البطاطا. بعد ما قلينا البطاطا تنقليو الزهره اللي هي الشيفلور. هنايا تيقليوه هومايا، تيقليوه سواء بغاو يطبخوها او بغاو ياكلوه تيكلوها هكا مقليه. تيمقلي الشيفلور. هنا حنا رحنا جهزنا بدينا في التجهيزات. دابا غادي نقلينا غير السمك، وبقى لينا كذلك نصوبو الباذنجان نقليو حتى هويا الباذنجان. دابا حالا غادي ندوزو غادي نصوبو الصلصه ديال السمك اللي تيصوبو همايا هنايا. على شو المكونات اللي تحتاجينها؟ ليمون، كزبره، وثوم، في ناس تحب تحط لها ملعقه محمره. شوي محمره؟
محمرة. اي البابريكا يعني فلفل احمر. فليف عندنا مكدوس هذه فلي الفلفله اللي تيحطوها الى بعد مرات يبغيو يحطوها. انت حطي فيها شيء؟ لا ما حطي فيها. هذا القزبر اليابس، قزبر يابس والحامض والثوم. بس هي المكونات مهم. وفي ناس تحب تحط لها محمره، في ناس محمره اي. بس هذه غادي ديال الصلصه اللي غادي دير مع السمك، مع السمك مع الكبسه مع يعني بتبقى. في ناس مع الكبسه تحط لها بندوره بس بتزيد لها. والله كمان مع الكبسه يعني عندها اسم معين غير شو بتسموها صلصه السمك؟ مو لكل شيء بتصير الصلصه، للبطاطا لكل شيء. اي في ناس بتحبها الكبسه. شو بنعمل صلصه حدها؟ بندوره ومحمره وثوم وكزبره. يعني المحمره بتقصدي فيها الفلفله الحمراء؟ مو اي بعد المكدوس. اي تسمى الفلفله الحلوه الكبيره. وما شو الطريقه اللي بتسوي بها هي المحمره؟ المحمره تبعت المكدوس الفلفله من شريطه من يبسها نطحنها تيبسوها وتيطحنوها. ومن بعد في البهارات شو بتحطوا لها في التوابل؟ بدون مكدوس ما تعرفوا تعملوه انتو؟ لا لان بالمغرب احنا ما بيتساوى بس ملح وثوم. لا على هي ملح وثوم. ملح وثوم بدون لا زيت ولا شيء. زيت وملح. لا بس ملح وثوم. ملح وثوم وتي يعني بعد ما بتيبسوها بتحطوا مع في ناس بتغسلها وتطحنها فورا. يعني بس بتبطل اطيب. تنقام بالفريزر. وتخبعوها في الثلاجة. صافي غير على هاد الشكل سين. وتيحطوها في جنب الطاولة وتيبقاو يحطوها فوق السمك. تضيف فوق منها الفلفلة هاد اللي تسموها الحمارة هي اللي انا حطها في الفريكو متلجة بالفريزة متلجة. كاين الباذنجان دابا تنقلي بحال السمك و تنسخنو الملوخية و شوربة العدس. مازال عندنا وجبة تانية ديال السمك وضعناه في الطحين و حنا مازالين تنكملو في التجهيزات ديالنا في الأكل ديال العزومة اللي حنا معروضين. هاد العرادة هادي عند واحد العائلة ديال الزوج ديالي عرضوا علينا اليوم آخر يوم في العام ديال 2019 وجينا عندهم. الشوربة مازال تسخن لينا شوربة العدس والملوخية هي اللي بدات تتغلي. انا بصراحه ما تناكلهاش الوجبه ديال السمك الاولى هي السلات. انا فاش نجي عندهم تنخدم بحال راني كي كنت في داري القديمه وداكشي تيعجبني نخدم معاها الشغل نعاونها نتعاونوا على الاكل. احنا دابا هلا شو اسمه مشان السمك مشان اشيل هذيك سمك لحظه لا ديك السويد صار. نحيدو هذا فكرني القلي ديال السمك بحال شكل ديال يس اي خلاص يطفى عليهم ما بغى غير وجبه على اي هيك نحن نعمل. بس خبز انتم ما تحبوا الطحين؟ لا بنحط له احنا بالعكس
هذاك اللي ما بنحطلوش طحين طلع كمان اسمك نحن اه هو بنخمره مع الطحين ايه لا هذا ما بينفش هذا السمك بيضلوا لا هون الطحين اللي بينفش ايه ايه فهمت يعني ايه الشوربه ديالنا درناها هنايا دابا حالا غادي نديو هادشي البرا باش غادي نحطو باش ناكلو وغادي نصور معكم السفره ونتمنى هاد الفيديو يكون نال اعجابكم بغيت غير نشارك معكم هاد الفيديو هذا وما تنساوش دعموني بلايك واشتراك واللي ما شاركش معايا فضل من نساء امراني ضغط على زر الجرس باش يوصل بجديد بوصفاتي اللي هي جد سهله وبسيطه ومرحبا بكم معايا في قناه عالم مريم وردويت مريم تشكركم بزاف شكرا للجميع تنقرا تعليقكم تتفرحني كاملين اللي تيحط لي شي حاجه راه تنقراهم كاملين وتيفرحوني وتنشكركم على التشجيع وشكرا لكم بزاف وتنتمنى لكم عام العام هذا الجديد يدخل عليكم وانتم كامل الصحه والعافيه وفي احسن حال نتوما والاهل ديالكم واللي مريض الله يشافيه واللي عنده وليداته الله يوفقهم في دراستهم الله ينجحهم واللي عنده فقد شي شخص عزيز عليه الله يرحم امواتنا وامواتكم ويرحم اموات جميع المسلمين ونتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو هذا ديال اليوم وعلى نصور لكم السفره كيف غادي تكون غادي نحطو غير في الارض ما بغاش باش ياكلوا فوق الطبله معهم اصلا هنا عندهم عادي واخا يحطوا غير في فرشوا في الارض تيقول لك احسن تتكون الماكله في الارض تجي احسن اوخ هاي السفره ديالنا وجدات كملناها من بعد ما كملنا التجهيزات وهذا هو اخر الفيديو نتمنى ينال اعجابكم ما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك ولا كنت اول مره تشوف قناتي ما تنساش تشترك معايا بفضل الله نساء امران ونخليكم دمتم في رعايه الله وحفظه الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله